Ben benimsedim, az azımsadı, öz özümsedi, kötü kötümsedi, küçük küçümsedi, anı anımsadı. ماذا حدث في هذه الكلمات حتى تحولت إلى أفعال؟ مسي وكأن مسي هو أفسون جاء إلى الكلمات فحولها إلى أفعال. ما معنى أفسون؟ انظروا في القاموس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة الأحبة، أهلا وسهلا بكم مع لقاء جديد نلتقي فيه مع لاحقة تأتي لبعض الكلمات القليلة النادرة وتحولها إلى أفعال. أكثر 6 كلمات شيوعا نتوقف معها اليوم. مسي تأتي إلى الكلمة فتحولها إلى فعل، لكن ليس إلى أي كلمة، إلى هذه الكلمات 6، وقد تأتي إلى غيرها لكن لا أتذكر أن سوى هذه الكلمات. إذا بتعرفوا غير هذه الكلمات اكتبوها في تعليق. ما هي هذه الكلمات؟ مثلا كلمة كتو نضع لها مسا فتصبح كتمسا دي، كتو سيء، كتمسا دي شعر أنه سيء أو أحس أنه سيء أو استسوأ أو هكذا. بان أنا بنيم سدم تبنيته، يعني نسبته إلى نفسي أو اهتممت به كثيرا. أز قليل، أظم صد رآه قليلا استقله. كتشك صغير، كتشم سدم استصغرته أنو كتشم سدم. أنا ذكرى، أنم صدم يعني هطرلدم تذكرته. أز يعني خالص صافي وهكذا، أساسي حقيقي ممكن تأتي بهذه المعاني. أزم سدم بمعنى هضمته تشربته وهكذا. الآن حتى نستوعب هذه الكلمات بشكل ممتاز نابيورز ماذا نفعل؟ نقرأ عن كل كلمة جملة. أتيت لكم بجمل جميلة وممتعة وقد تكون مفيدة، مفيدة إن شاء الله. الكلمة الأولى إذن كتو سيء، نستخدمها في جملة. برا كتو إنسانلارن kötü işler yapmasına izin veriyor. المال يسمح للأشخاص السيئين بأن يفعلوا أشياء سيئة. الشخص السيء إذا ما معه مال هناك أشياء كثيرة لا يستطيع فعلها. إذا صار عنده مال çok çok kötü şeyler yapabiliyor. Para kötü insanların kötü işler yapmasına insanların yapması kötü insanların kötü şeyler yapmasına izin veriyor. Para izin veriyor. Para kötü insanların kötü işler yapmasına izin veriyor. الآن kötü سيء kötümsedi رآه سيئا شعر أنه سيئا أحس أنه سيئا وهكذا. Senin düşüncelerini asla küçümsemem عفوا küçümsemem لا أرى أفكارك سيئة أبدا. لا كيف نقول لا أعتبر أراءك سيئة أبدا. سنين دشنجلرين أفكارك دشنجة فكرة. سنين دشنجلريني كتم سمام لا أقول عن أفكارك أنها سيئة. بكي الكلمة التالية هي كلمة بان. أنا بنيم سدي اهتم تبنى مثلا تبنى فكرة معينة أو هكذا. نقرأ الجملة. الجملة تقول بان artık gerçekten ben olmak istiyorum. أنا أريد أن أكون أنا حقا، يعني لا أريد أن أنفذ رغبات الآخرين وأن أسلك المهنة التي يطلبها الآخرين وأن أفعل الأشياء التي يريدها الآخرين. أريد أن أفعل ما تميل إليه نفسي، ما يتناسب مع مواهبي. ben artık gerçekten ben olmak istiyorum وهكذا. طيب الآن بنيم سدم يعني تبنيت، تبنيت فكرة معينة اعتبرتها لي وهكذا. مثلا نقرأ الجملة. روسيا son birkaç yıldır daha saldırgan bir politika benimsedi. روسيا bir politika benimsedi. روسيا تبنت سياسة birkaç yıldır إذن son birkaç yıldır. Son birkaç yıl birkaç yıl بضعة سنوات. Son الأخيرة. در لها إذن روسيا في السنوات الأخيرة. طيب بالعربي نقول فيه، بالتركية نقول لها سنوات أخيرة. لها في السنوات الأخيرة. در تأتي مع الزمن وتعني له فترة زمنية، يعني منذ فترتين كذا وكذا. إذن روسيا في السنوات الأخيرة. روسيا son birkaç yıldır daha saldırgan bir politika benimsedi تبنت سياسة saldırgan عدوانية أو عدائية أو هجومية وهكذا. روسيا في الأيام الأخيرة أو في السنوات الأخيرة تبنت سياسة هجومية. روسيا son birkaç yıldır daha saldırgan bir politika benimsedi يعني تبنت سياسة كما قلنا saldırgan هجومية. الكلمة التالية أز قليل. أظم صد استقله. مثلا الكلمة التي تتعلق بأز نقرأها دنيا دا güzel şeylerin sayısı az değil. Dünyada güzel şeylerin sayısı az değil.
عدد الأشياء الجميلة في الدنيا ليست قليلة. Dünyada في الدنيا güzel şeylerin sayısı, onların sayısı mudafa mudaf ile güzel şeylerin sayısı az değil. Dünyada güzel şeylerin sayısı az değil. Kimi az diyorsa yanlış söylüyor. Men yekul en adad الأشياء الجميلة في الدنيا قليلة فهو مخطئ. Peki, الآن azımsamak az قليل, azımsamak istikl. ليست استقلال طبعا بمعنى الاستقلال, استقله يعني رآه قليلا أو شعر أنه قليل. مثلا adam verdiğimiz parayı azımsadı, الرجل verdiğimiz parayı azımsadı, اعتبر المال الذي أعطيناه إياه قليلا ve almadı وما أخذه. إذن adam azımsadı, الرجل اعتبر قليلا, ما الذي اعتبره قليلا؟ parayı azımsadı, شاف المال قليل, استقل المال, الرجل استقل المال الذي دفعناه, verdiğimiz الذي دفعناه, adam verdiğimiz parayı azımsadı ve almadı, azımsadı ve almadı. طيب الآن الكلمة الرابعة, küçük معناها صغير. عندما نقول استصغره يعني رآه صغيرا, اعتبره صغيرا, küçüm sedi. نقرأ المثال, büyük işler, عفوا büyük işleri küçük parçalara ayırın. أيرن قسموا, قسموا الأشياء الكبيرة إلى قطع صغيرة. بيوك إشلري, الأعمال الكبيرة قسموها إلى أعمال صغيرة, إلى قطع صغيرة. بيوك إشلري küçük parçalara ayırın. Her seferinde küçük bir şeye odaklanın. أهم شيء عندنا التركيز. الأشياء الكبيرة, الأعمال الكبيرة نقطعها إلى أشياء صغيرة, وفي كل مرة نركز على إحدى هذه القطع. مثلا عندي مشروع كبير أقطعه إلى مراحل متعددة, وكل مرة أركز على المرحلة فقط. büyük işleri küçük parçalara ayırın. Evet, büyük işleri küçük parçalara ayırın. İşleri ayırın. قسموا الأشياء, büyük işleri ayırın. قسموها إلى أشياء صغيرة, küçük işlere. طبعا هنا استخدمنا كلمة küçük. Her seferinde, her defasında, في كل مرة, küçük bir şeye odaklanın. في كل مرة, her seferinde odaklanın. في كل مرة ركزوا على küçük bir şeye, ركزوا على شيء صغير. الآن küçük صغير كما قلنا. Küçümsedi, küçümsüyor, küçümseyecek. Küçümsemek, istisgar. مثلا الجملة نقول, انتبه لا تستصغر ما يمكن أن أفعله من أجل حماية أخي. كارديشيمي, korumak için. Korumak için, من أجل حماية كارديشيمي أخي. من أجل حماية أخي, كارديشيم أخي. أنو كورومك إتشين, من أجل حمايتي هي, هذه الهي هي الإي مفعول به. إذن كارديشيمي كورومك إتشين, yapacağım şeyleri sakın küçümseme, sakın küçümseme, ihdar, sakın küçümseme, la tastasgir, kardeşimi korumak için yapabileceğim şeyleri, au yapacağım şeyleri. İzen la tast, intebeh, la tastasgir el eşya elleti sa'amaluha min ecli himayeti ahi, kardeşimi korumak için yapacağım işleri sakın küçümseme. الكلمة التالية هي كلمة anı. Anı ذكرى. Anılarımız, ذكرياتنا. لما نحولها إلى فعل من خلال مسي نقول anımsı. Anımsamak. Anımsamak. طيب anımsamak بتصير تذكرة. الآن anı ذكرى نستخدمها في جملة. Anılarımız bizim için çok değerli. Anılarımız bizim için çok değerli. ذكرياتنا غالية جدا من أجلنا. أنلارمز ذكرياتنا بزيم تشين لأجلنا تشوك داير لي داير قيمة لذو ذو قيمة يعني قيمة. ذكرياتنا قيمة جدا عندنا, نحفظها دائما في إحدى زوايا عقلنا. دايما أنو يشط يشط يورز, دائما نعيشها. يش يورز نعيش, يشط يورز نعيش. اذا دائما onu yaşatıyoruz, دائما نعيشها. nerede yaşatıyoruz? aklımızın bir köşesinde. aklımız, عقلنا köşe زاويه. اذا في زاويه من زوايا عقلنا. ذكرياتنا غاليه جدا علينا, دائما نعيشها في زاويه من زوايا عقلنا. anılarımız bizim için çok değerli. daima ya da her zaman onu aklımızın bir köşesinde yaşatıyoruz, دائما نعيشها, yaşatıyoruz. bir köşesinde, fi zaviyetihi li aklina, aklımızın köşesi, zaviyetu aklina. Evet, ve hakeza. Nu'id, anılarımız bizim için çok değerli. Zikrayatuna min ajlina galiye cidden, daimen, daima onu aklımızda, aklımızın bir köşesinde yaşatıyoruz. Daimen nu'ayyişuha fi zaviyetin min zavaya aklina. Evet, l'an anımsamak ma'naha tezekkur,
ثاني أنمصدم تذكرتك. نستخدمها أيضا في جملة. هنا الكاتب يقول، أحد الكتاب أظن هذه أخذتها من كتاب تشوجوكلومو، يعني من شيرو، من رواية أو ما شابه هذا. إذن تشوجوكلومو تشوجوك أولدوم أوغنلري أنمصدم. إذن تذكرت، إذن تذكرت أنمصدم تشوجوكلومو، تذكرت طفولتي تشوجوكلومو أنمصدم تشوجوك أولدوم أوغنلري أنمصدم. إذن تذكرت طفولتي وتلك الأيام أوغنلري التي كنت فيها طفلا. تشوجوك أولدوم أوغنلر، طبعا أولدوم التي كنت فيها، تسألون أين كلمة فيها؟ كلمة الد التي أو لاحق الد التي تدرس في المستوى الرابع تحمل هذا المعنى، أولدوم الذي كنت فيه، يبتم الذي فعلته، وهكذا. إذن تشوجوكلومو تشوجوك أولدوم أوغنلري أنمصدم، تذكرت طفولتي وتلك الأيام التي كنت فيها طفلا. نينامي كويمو كويلولاريمي دالاري دا تشيكلاريني أنمصدم. إذن تذكرت ببشي، تذكرته نينامي أنمصدم، تذكرت نينامي، نينا تبعي، نينا بالحلبي نقول النانا، تذكرت نانتي. نينامي أنمصدم، تذكرت جدتي. كيومو أنمصدم، تذكرت الكوي تبعي، الكوي القرية، كيوم قريتي، كيومو مفعول به، تذكرت قريتي. كيلو لريمي، كيلو ابن القرية، لر جمع. إذن تذكرت أبناء قريتي، تذكرت أبناء ضيعتي. دالر أنمصدم، تذكرت الجبال. دا تشيكلري ني ورود الجبال، تذكرتها. طبعا هنا عندنا فعل واحد ومفعول به متكرر، لذلك نضع بين المفعولات به فواصل. إذن نينامي كيومو كويلري كويلولريمي دالر دا تشيكلريني أنمصدم، تذكرت كل هذه الأشياء. أنمصمك إذن يعني هطر لمك. الكلمة الأخيرة هي أز. أز كما قلنا ذات، مثلا أقول أز بابام، أبي الحقيقي، الحقيقي الأصلي، أو هكذا أز. طيب الآن نقرأها في جمل. أزم سدي يعني تشبع به، تبناه، هكذا صار جزءا منه. طيب تشوجوكلار دا أز ديسيبلين، لأن أز ديسيبلين تشوجوكلار دا أز ديسيبلين جلجكتكي بشري أون جرر. الأون ديسيبلين الالتزام الذاتي عند الأطفال ينبئ بالنجاح في المستقبل، يعني الطفل إذا عنده التزام ذاتي فهذا يعني أنه سيكون ناجح في المستقبل. تشوجوكلار دا عند الأطفال، أز الذاتي، أز ديسيبلين الالتزام الذاتي عند الأطفال، جلجكتكي بشرية أن جرر. أن جرر ماذا نقول؟ ينبئ به. إذا الالتزام الذاتي عند الأطفال ينبئ بالنجاح المستقبلي. تشوجوكلار دا أن ديسيبلين، عفوا تشوجوكلار دا أز ديسيبلين، أن أمامي وليس نعم. تشوجوكلار دا أز ديسيبلين جلجكتكي بشرية أن جرر. الآن مثال آخر عن نفس الكلمة. إنسان أز تشوجونو نصل تركدر، كيف يترك الإنسان، كيف يترك الإنسان ولده الحقيقي. أز تشوجوك، لأن تشوجوك ولد، ببنيم تشوجوم هذا ولدي، إذا أردت أن أقول هذا ولدي الحقيقي فعلا ببنيم أز تشوجوم. مثلا واحد ممكن يكون الولد ابن زوجته فيقول ولدي مجازا، بعدها يقول بنيم أز تشوجوم ديل إشي من تشوجو، ليس أز تشوجوم، ليس ابني الحقيقي بل ولد زوجتي. هنا نقول أيترك الإنسان ولده الحقيقي؟ أز كما قلنا إذا جاءت هنا بمعنى الحقيقي، هنا جاءت بمعنى الذاتي، الذاتي الحقيقي، وهكذا يعني تعني أصل الشيء، خلاصة الشيء. إذا إنسان أز تشوجونو نصل تلك دار، كيف يترك الإنسان ولده الحقيقي؟ لأن أزم سدم تبنيت الشيء أكثر من تبنيت، يعني تشرفته، تشبعت به، يعني صار جزءا من ذاتي. أز ذات، لأني أزم سدم صار جزءا من ذاتي. لأن نقرأ هذه الجملة التي استخدمنا فيها الأزم سمك. أج بين يلك إسطنبول تاريخني أولى بير أزم سدم كي أنتوكس كتاب يصدم هالا أنلطمي بتيرمدن. طبعا هذه الجملة قالها أحد الكتاب، يقول ماذا قال؟ تشبعت بتاريخ إسطنبول الذي عمره 3000 سنة إلى درجة أني أولى كزكي كتبت 19 كتاب وإلى الآن لم أنتهي من الإخبار. يعني أنت تشبعت بتاريخ إسطنبول اللي عمره 3000 سنة لدرجة أنني ألفت في هذا الموضوع 19 كتاب وما زلت إلى الآن لم أنتهي من الكلام في هذا الموضوع. إذن 3000 يلك ذو ال 3000 سنة، يعني الذي عمره 3000 سنة. إسطنبول تاريخي، تاريخ إسطنبول، إذن تاريخ إسطنبول الذي عمره 3000 سنة
3000 yıllık İstanbul tarihi. Ni özümsedim. Teşebbatu bihi. Tebenneytuhu. İzen tebenneytu, teşebbatu, teşerrabtu mümkün nekul. Teşerrabtu tarihi İstanbul. Ellezi umruhu 3000 sene. İlâ dereceti enneni. Öyle bir özümsedim ki. Teşebbatu bihi. İlâ dereceti enni. 19 kitap yazdım. Ketebtu. 19 kitap, 19 kitap hala anlatmayı bitiremedim. İlel an bitiremedim anlatmayı. Lem astati an unhi el hadis an İstanbul. Yani İstanbul o kadar güzel, o kadar ilgi çekici. İstanbul'un tarihi o kadar mükemmel. Yehle bikum. Lan nu'id el kelimat bi sur'a. Kötü, kötümsedi. Ben, benimsedim. Az, azımsadı. Küçük, küçümsedi. Evet, anı anımsadı, öz özümsedi ve her şey bitti. İntehad ders. Taban azun, kad yekun hunak kelimat ukhra. Kumna bi tahvilha ila afal bi istihdam hadihi sıyığa, lakinha nadira jiddan. Yani ana ma tezekkar ay kelime ukhra. İza tezekkaru kelime ukhra tahawalat ila fi'l min khilal idafet msa, فاكتبوها في تعليق. دامت البسمة متراخصة على شفاهكم والفرحة والسعادة والسرور ملئين لقلوبكم ودمتم بكل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.